السلام عليكم. سوف يقوم حزب البديل الألماني يوم الأحد، يعني هذا الأحد، بمظاهرة تعد الأكبر من نوعها هذه السنة في كل ألمانيا. سوف يقوم بهذه المظاهرة في مدينة برلين يوم 27 ماي، يعني يوم الأحد، الساعة 12 أمام الهوبت بانهوف. لذلك أحبائي، نصيحة مني إليكم، أرجوكم أرجوكم يوم الأحد إذا كنتم متواجدين في مدينة برلين، ابتعدوا عن الهوبت بانهوف، عن محطة القطار. لحد الآن وحسب آخر المعطيات تسجل أكثر من 10,000 شخص سوف يشاركون في هذه المظاهرة التي تعتبر الأكبر من نوعها، كي لا تتعرضون لأذى وكي لا تتعرضون لمشاكل مع بعض العنصريين اليمينيين. ابتعدوا يوم الأحد عن وسط المدينة في برلين، وابتعدوا يوم الأحد عن الهوبت بانهوف وعن الأماكن التي يمكن أن يكون فيها المتظاهرون. أحبائي، اسم هذه التظاهرة هي تسوكون في دوتشلاند، يعني يتظاهرون من أجل مستقبل ألمانيا. أيضا في صفحتهم على الإنترنت تحدثوا عن هذه المظاهرة، وقالوا بأن هذه المظاهرة يعملونها من أجل أن يوضحوا ليقولوا للحكومة الألمانية: كفى يا حكومة ألمانية، تعبنا منك يا حكومة ألمانية، وتعبنا من سياستك في كل المجالات، وأيضا من مجال اللجوء. ولحد الآن كما قلت لكم وصل العدد إلى 10,000 شخص تسجل في هذه المظاهرة التي تعتبر الأكبر من نوعها. لكن أحبائي، القناة الأولى الألمانية الـ ARD توصلت إلى أن حزب البديل الألماني يدفع أو يغري بعض الناس بـ50 يورو من أجل التسجل ومن أجل المشاركة في هذه المظاهرة. وقالوا بأنه عملوا على صفحتهم وعلى الإيميلات التي أرسلوها لأعضاء حزب البديل، قالوا لهم بالنسبة للـ30 شخص الأوائل الذين سوف يتسجلون في المظاهرة سوف يحصلون على 50 يورو كما تلاحظون. وهنا يكتبون بأنه لحد هذه الساعة تسجل أكثر من 10,000 شخص، ويمكن أن يحضر إلى مدينة برلين 20,000 شخص. فأرجوكم أحبائي، انشروا هذا الفيديو على الجروبات وللأصدقاء، وقولوا لهم ابتعدوا يوم الأحد الساعة 12 ظهرا عن وسط مدينة برلين، لا تقتربوا لمدينة برلين. ستسألونني أحبائي لماذا حزب البديل يقوم بهذه الأمور، سوف أخبركم لماذا. لاحظوا معي هنا أحبائي، هذه السنة تعتبر بالنسبة لحزب البديل سنة جد مهمة، بحيث أن هذه السنة فيها انتخابات لمقاطعتين تعتبر من أهم المقاطعات في ألمانيا. يوم 14 أكتوبر انتخابات في مقاطعة البافاريا، والبافاريا تعتبر هي أغنى وأقوى مقاطعة في كل ألمانيا يوم 14 أكتوبر. وحزب البديل يسعى بكل الوسائل كي يدخل إلى البرلمان، برلمان هذه المقاطعة، وينهي الاحتكار الذي مارسه حزب تسي إس أو الحاكم في هذه المقاطعة. بعد ذلك بأسبوع أو أسبوعين كما تلاحظون انتخابات في مقاطعة هيسن، أيضا انتخابات جد مهمة. مقاطعة هيسن تعتبر ثالث أغنى مقاطعة وأهم مقاطعة في ألمانيا. أقوى وأهم مقاطعة في ألمانيا هي مقاطعة البافاريا، ثاني أغنى وأقوى مقاطعة في ألمانيا هي مقاطعة البادن فيوتنبيرغ، ثالث أهم مقاطعة في ألمانيا هي مقاطعة هيسن. يعني هذه السنة توجد انتخابات في مقاطعتين جد مهمتين، وحزب البديل يسعى من خلال هذه الأمور، المظاهرات، كلامه القاسي ضد اللاجئين، سفره إلى سوريا، ممكن غدا أيضا أن يسافر وفد إلى العراق أو إلى بعض الدول، تخويفه للاجئين، كلامه القاسي عن المهاجرين، عن الإسلام، هذا كله من أجل دغدغة مشاعر الناخبين. وأهم شيء عنده هما هاد الموعدين، موعد 14 أكتوبر وموعد 28 أكتوبر كما تلاحظون في هذه الصفحة
أيضا أحبائي، لحظة واحدة سأريكم هذه الصفحة. كما تلاحظون في هذه الصفحة أحبائي، حسب آخر استطلاع للرأي في مقاطعة البافاريا يمكن أن يصلوا إلى 12%، بعض الاستطلاعات في الرأي تقول يمكن أن يصلوا إلى 13%. وتلاحظون نحن الآن في شهر 5 وإلى شهر 10 لا زال هناك وقت طويل، لذلك هم يأملون في أنهم من خلال كلامهم القوي، مظاهرتهم، هجومهم على الحكومة، أن يصلوا إلى 20 أو إلى 30% أو يكسبوا مقاطعة البافاريا. أحبائي، إذن أحبائي، هذا من أجل أن أوصل لكم الفكرة لماذا حزب البديل يخطط إلى مظاهرة كبرى يوم الأحد في مدينة برلين التي تعد أهم مدينة، هي العاصمة، ويرغبون بالمظاهرة بعدد وحشد كبير من الناس كي يخيفوا الحكومة الألمانية وكي يكسبوا تعاطف الشعب، لأنه اسم المظاهرة تسوكونفت دوتشلاند، مستقبل ألمانيا، ويقولون للألمان انتخبوا علينا نحن نضمن لكم مستقبل ألمانيا. هذا هو هذه هي آخر الأخبار أحبائي، انشروا هذا الخبر أعزائي على أصدقائكم، وإن شاء الله إذا كان هناك جديد لن أخفيه عليكم، وكما عودتكم دائما هذه القناة ستظل وفية للمصداقية، للحصريات، للأخبار الموثوقة، وللتحاليل، تحليل الحالة السياسية العامة في ألمانيا، كي تعرفوا كل كبيرة وصغيرة عن هذا البلد الجميل، هذا البلد الديمقراطي الجميل الذي نتمنى أن يبقى دائما ديمقراطيا وجميلا، ونتمنى له الأمان والخير. شكرا لكم، إلى اللقاء، والسلام عليكم.